السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حبيبة، حياكم الله في قناة الرسم مالتي. Welcome to my channel, this is حبيبة الجابري and welcome to my art channel. So I'm doing shoya hinata from haiku. As you can see this anime, there is no need to say anything about it. It's already most of us know this anime. It's quite interesting if you are new to the, as they said, sport anime. I do suggest this anime for you. It's fun, funny to watch, and you will enjoy your time with it. For this week, really it was a busy week. I do hate it. there was a lot of forcing on it, a lot of complaints. I'm complaining about it. I already, most of my friends already heard all my complaints for 2 weeks ahead. يعني. As for the movement of the video, I am extremely sorry about it. I haven't recorded يعني in full time. I was drawing and stabbing from time to time. I'm not going to do it again, inshallah. It was a stupid move. I hope you all like it and enjoy it. أتمنى أن الفيديو اللي الحين تشوفونه يعجبكم. الله، حاولت أني أضبطه لكن نفس ما يقولون كحلها عميها. نفس ما تشوفوا الأنيميشن مش من هناك، طبعا شوية ما يحتاج هنا، ما يحتاج أني أعرف عنه من هايكو. أنا أمي سبورت، إذا ما شفتوا بصراحة أقترح عليكم أنكم تشوفونه، يعني كويت انترستن. حاولنا أسوي شوي أشياء جديدة، أني أعرف أني قلت أني يبالي أرسم فول بادي، وخاطركم تصفعوني، ما بتصفعوني تسخطروني على وعودي التي لا تنتهي. أوه، شفت شيء المفروض أحذفه في الفيديو، لازم أضبطه. وجد سوري على الأنيميشن، أحس والله اليوم الريكورد مش لين هناك، بجد بطيء. يعني الأسبوعين اللي مضوا كانوا بإمكانكم تقولون أسوأ أسبوعين في الدوام، وكل الناس، كل الناس اللي يعرفوني يعني تميت أتشكى في السوشيال ميديا كلها أسبوعين وأنا أتشكى حسبي الله عليهم في الدوام، لو عيني تشبدي. المهم أنا ما بصير أخرب عليكم لأن بيكون حق فيديو ثاني. لا تنسون تقترحون شخصيات، أو إذا تبون ميرش بحاول إني أسوي أشياء. طبعا هذا بيستوي إن شاء الله ميدالية، بسوي ستيكر. وكيف تتواصلون وياي؟ كيف تتواصلون وياي؟ ممكن تتواصلون عن طريق واحدة من هاي السوشيال ميديا، وإن شاء الله بشوف وياكم شو أقدر أسوي. لكن إن شاء الله إن سويت ميداليات بعرضها، إن شاء الله بعرضهم، بسوي لهم فيديو روحه. بس لازم نخلص الجماعة كلهم، يعني الأشخاص، كل الشخصيات ويا بعض. فخلونا نخلص شوية، نخلص يو، يعني كالربع إن شاء الله. وإن شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم. Please do not forget to comment or share my video in other social media. And hope to see you in the following one. Thank you guys and have a nice day.